مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من المرأة والرياضة، فيها مواضيع جديدة نطرحها للمرة الأولى هذا الموسم، بالإضافة لفقرات عديدة منوعة تهمكم، فأهلا وسهلا بكم. الدكتورة منال زيدان توضح لنا أهمية دور الصيدلة في الطب الرياضي. تألق النواعم في ماراثون بيروت الدولي. مشروب صحي وشهي مع الشيف محمد نجم. علاج الرياضيين بطرق خاصة وأساليب منوعة تجمع بين الطب والصيدلة والتغذية السليمة وتصل لحدود تأثير المكملات الغذائية على الرياضيين. هذه الأمور وغيرها من المواضيع المتعلقة بدور الصيدلة في الطب الرياضي وفي حياتنا الشخصية نناقشها مع الدكتورة منال زيدان، مديرة إدارة الصيدلة في مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي سبيتار في قطر. أهلا وسهلا فيك دكتورة منال. أهلا وسهلا فيكم دكتورة. بداية لو تعطينا فكرة أوضح عن دور الصيدلة في الطب الرياضي. إحنا في عندنا تخصصات صحية كثيرة في مجال الطب الرياضي، منها الطب البشري ومنها الجراحة ومنها العلاج الطبيعي. هذول التخصصات معروفين وصار لهم فترة عندهم تنظيم معين، ولكن الصيدلة يعتبر مجال جديد. فالصيدلة في الطب الرياضي طبعا أهم شيء عندنا هو التركيز على لستة الأدوية المحظورة عالميا، احنا نطلق عليها اسم الوادا ليست اللي هي اختصار لورد انتي دوبينج ايجنسي، وهي منظمه عالميه تحدد وتقرر الادويه اللي تحظر في الرياضه والمنافسات الرياضيه. ويكون دور الصيدلي يتاكد ان في ان يثقف الرياضيين على اهميه هذه الادويه وعلى اهميه دائما التنبيه على اي ممارس صحي يتعالج مع الرياضي، إنه يكون على وعي ودراية شلون يعرف إن هاي الأدوية محظورة أو لا. وأيضا من ضمن الشغلات اللي ممكن الصيادلة يقومون فيها في مجال الطب الرياضي اللي هو المساعدة في فحص عينات مثلا البول خلال المنافسات الرياضية، وبعض الأشياء اللي لها علاقة بالأدوية المحظورة في مجال الطب الرياضي. بدي أسألك دكتورة عن هل تختلف احتياجات المرأة الرياضية عن احتياجات الرجل الرياضي من ناحية العلاج الدوائي أو الأدوية المحظورة أو ربما المكملات الغذائية؟ من ناحية الأدوية المحظورة لا يوجد أي اختلاف بين المرأة والرجل حتى الأطفال، فإذا الدواء محظور يعني محظور على الجميع. وفي أدوية مثلا محظورة في الرياضة بصورة عامة، وفي أدوية محظورة فقط في المنافسات الرياضية، فهي نفس الشيء على الجميع. بالنسبة للمكملات الغذائية طبعا هو لازم يتم تقييم الرياضي أو الرياضية من ناحية مثلا أخصائي التغذية، من ناحية نسبة البروتين في الجسم، من ناحية الحالة الصحية العامة، الوزن، كتلة الجسم، في أشياء كثيرة أخصائي التغذية يقوم فيها، وعلى هالأساس يقرر إذا هذا الشخص محتاج مكمل غذائي أو لا والجرعات اللي لازم يأخذها. بصورة عامة سبحان الله تكوين المرأة غير عن تكوين الرجل، عضلات المرأة أصغر من عضلات الرجل. مثلا في معروف أن إصابات الرباط الصليبي في المرأة أكثر من الرجل بسبب تكوين الجسم واتساع الحوض عندها مثلا. فبالناحية التكوينية جسم المرأة يختلف عن جسم الرجل، بس مثل ما ذكرنا من ناحية تقريبا لا تختلف. طب خلينا نحكي عن دور قطر، تنأخذ دور كيس باي كيس أو شخص من شخص إلى آخر. شو دور قطر اليوم من ناحية تجهيز كادر طبي متكامل متخصص في الطب الرياضي، خاصة بأن قطر اليوم على استعداد لاستضافة مونديال العالم 2022 وتلعب دور ريادي مهم في العالم من حيث الرياضة؟ طبعا بما أني أعمل في مستشفى سبيتار وهي مستشفى متخصص في جراحة العظام والطب الرياضي، يتم استقطاب أفضل خلنا نقول الممارسين الصحيين في مجال الطب الرياضي بصورة عامة على في الدولة. بس في ناحية ثانية مثلا إذا ركزت على موضوع الصيدلة
أعتقد أن احنا عندنا نقص كبير في الصيادلة المتخصصين أو اللي الكومبتنت خلينا نقول في مجال الطب الرياضي. وأعتقد أن التجهيز لازم يبدأ بخلق فرص تعليمية. ليه عنا نقص بسبب نقص الفرص التعليمية؟ أي لأن مثل ما قلنا أن الطب الرياضي في مجال الصيدلة شيء جديد حتى على مستوى العالم. فهي مثل هي تخصص قاعد يكبر وقاعد ينضج أكثر، عرفتي؟ فبهاي يعني لسبب لهذا السبب تلاقين أن مثلا احنا في لما درسنا صيدله ما درسنا عن الوادلست، ما درسنا عن احتياجات الرياضيين من ناحيه الادويه، من ناحيه اي شيء له علاقه بالرياضه. وهاي دائما هاي كلها على مستوى عالمي. مثلا سويت بحث، يعني قعدت ابحث عن مجالات التعليم سواء في درجه البكالوريوس او الدراسات العليا او التدريب في مجال الصيدله في الطب الرياضي، ما حصلت الا برنامج واحد فقط اللي هو دكتور اوف فارماسي، عندهم مثل روتيشن مده 6 أسابيع فقط في امريكا في سان فرانسيسكو بالتحديد، يدربون الطلبة على الأشياء المتعلقة بالصيدلة في الطب الرياضي، منها الوادة ميديكيشنز، التستينج، الأشياء هذه. ففي المقابل إحنا في جامعة قطر مثلاً كلية الصيدلة سووا خطوة كثير حلوة، سووا مادة اسمها دراجز إن سبورت، الأدوية في الرياضة، وسووها مثل إلكتف كورس اللي هو كورس اختياري للطالبات. ومن ضمن المنهج أو الخطة الدراسية لهذا الكورس أن الطالبات لازم يجون يزورون سبيتار ويتعرفون على الإدارات الرئيسية فيها، وفي نفس الوقت يتعرفون على الصيادلة ويعرفون إيش دور الصيدلي في الطب الرياضي. لازم تخلق فرص تعليمية. مثلا إحنا عندنا خطة لأن ننفذ برنامج الفارماسي ريزيدنسي، وهو برنامج بعد التخرج من درجة البكالوريوس، وبتكون بإذن الله إذا طبقنا هذا النظام أو هاي البرنامج بيكون الأول من نوعه في العالم في الصيدلة في الطب الرياضي، وبإذن الله بناخذ عليه الكنديان أكريديتيشن اللي هو الاعتماد الكندي لبرامج الريزيدنسي في كندا. فبيكون في الحالتين أول برنامج يعتمد من كندا خارج كندا، وبيكون أول برنامج في مجال الطب الرياضي. دكتورة، ربما من هون أتت الفكرة أو البادرة لإقامة المؤتمر أيضا الأول من نوعه في العالم، صح؟ نعم. مؤتمر حول الصيدلة والطب الرياضي في سبيتار. نعم. خلينا نعرف أكثر عن أبرز المحاور والمواضيع التي تم تداولها في هذا المؤتمر من خلال تقرير سريع منتابع سويا ثم نعود. بحث المؤتمر كيفية المضي قدما بالاستخدامات الدوائية ورعاية الرياضيين، ودارت نقاشات حول التغذية السليمة وأهمية المكملات الغذائية، حيث يعاني قرابة 83% من الرياضيين المحليين من نقص الحديد والفيتامين د. بالإضافة لموضوع العقاقير المحظورة في الرياضة ومكافحة المنشطات على الصعيد العالمي، وتم الكشف عن أحدث العلاجات المستخدمة في الطب الرياضي مثل العلاج عن طريق البلازما والميزوثيرابي والعلاجات التجميلية غير الجراحية واستخدامات الأدوية الوهمية للمساعدة على التماثل للشفاء. إذن دكتورة، مثل ما شفنا محاور مواضيع كثيرة، حلقة واحدة أكيد ما بتكفي، بحاجة لأكثر من حلقة لنغطي. خلينا نحاول نعرف شو أبرز التوصيات اللي نجت عن هذا المؤتمر وكيف تحرصون على تطبيق هذه التوصيات. تمام، إحنا طلعنا بعدة توصيات، أهم يعني أهم شغلتين. أول شغلة وهي من الأشياء اللي إحنا لاحظناها ومن الأشياء اللي الناس قالوا لنا إياها خلال المؤتمر. طبعاً المؤتمر كان الحضور كانوا من متعددي التخصصات في المجال الصحي، كان في صيادلة، كان في أطباء، كان في تخصص العلاج الطبيعي، كان في أخصائيي تغذية، تمريض، فنيين صيدلة وغيرهم. فلاحظنا أن خصوصاً الناس اللي حضرت اللي ما تشتغل في مجال الطب الرياضي من أي مكان في الدولة ما عندهم فعلا علم بالنسبة للأدوية المحظورة في الرياضة. احنا بصورة عامة لما تقولين أدوية محظورة في الرياضة يخطر على بالك هرمونات، بروتينات، ستيرويدات، ولكن في أدوية كثيرة في هذه الليستة من أدوية علاج أمراض الضغط، ارتفاع ضغط الدم، علاج الربو مثلا، علاج السكر، بعض أنواع الزكام مثلا.
فاللستة كثيرة وفيها أدوية عادية ولكن محظورة في الرياضة بسبب لأنها ممكن تزيد طاقة أو أداء الرياضي. فأهم التوصيات إن إحنا ننشر الوعي، لازم نتكاتف كلنا المؤسسات اللي في الدولة الصحية واللي مختصة في مجال الرياضة، نجتهد مع بعض على أساس إن نسوي برامج توعوية للممارسين الصحيين على مستوى الدولة وتثقيفهم عن أهمية يعني الأدوية المحظورة في الرياضة، وين يرجعون لها، من وين يطلعون هذه المعلومات، لأن في مواقع معينة فيها هذه المعلومات يمكن يطلعونها بسهولة. التوصية الثانية وبعد هاي توصية مهمة اللي هي في مجال التعليم، إن إحنا نركز أكثر في مجال التعليم في مناهج الدراسة في الجامعات. مثلا عندنا برنامج في مجال الصيدلة، عندنا كلية الصيدلة في جامعة قطر، وعندنا برنامج فن الصيدلة في كوليدج أوف نورث أتلانتيك اللي هي شمال أطلنطي. فمثلا مثل ما ذكرت أن جامعة قطر بادرت فحطت أو سوت منهج أو مادة اختيارية للطالبات، نتمنى أن يكون في إضافات أكثر أو في زيارات أكثر لستبيتار والمنظمات أو الجهات المختصة في مجال الرياضة. من الفئات المستهدفة خلينا نقول؟ هل هي فقط فئات الرياضيين أم أنه لا تحرصوا على إدراج كافة ومختلف شرائح فئات المجتمع؟ والله لا، الأفضل أن نحن ندرج كافة جهات المجتمع. طبعا الرياضيين هم الأهم بصورة عامة، في فئة مهمة اللي هم الأطفال الرياضيين. في هاي الحالة لازم إحنا نوعي الأهالي، وهذا ممكن مثلا تكون في برامج توعوية في المدارس بشكل بسيط جدا، ممكن تكون في برامج توعوية في السوشيال ميديا، لأن الناس كلهم الحين يرجعون للسوشيال ميديا بشكل أساسي وكبير في أمور التوعية، في أمور الأخبار، في أمور أن أبي أشتري شيء أرجع للريفيو مثلا. فأعتقد أن وفي فئة مهمة جدا اللي هي فئة الناس أو الموظفين الممارسين الصحيين. رح نرجع لموضوع الممارسين الرياضيين والاستخدام الخاطئ للأدوية، ولكن كاميرا برنامج المرأة والرياضة كان إلى جولة بأسواق الدوحة لمعرفة مدى وعي العالم والناس لهذه الأدوية والعلاج الدوائي، أهمية العلاج الدوائي تحديدا. خلينا نتابع سويا ثم نعود للقاء. في حال المرض لا سمح الله، هل أنت بتفضل أنك تتبع وصفات وتعليمات الطبيب أم أنه بتفضل تعالج حالك بنفسك ممكن خلال الدواء البديل؟ والله هو المفروض أن الواحد يتبع الطبيب، بس المشكلة أنا مثال صعب أن نمشي للطبيب، بس لما وقت نمشي للطبيب لازم نكمل الدواء اللي مده لي، لخطر هذا اللي يخليك صح 100%، فهمت؟ صح يعني 100%، وهي أحسن طريقة أنك تمشي للطبيب، يعني في الآخر هو أعلم. انت باللي باش تداوي روحك، ما تنجمش تكون تنجم تعطي دواء 100% لروحك لبدنك يعني. لا اتفضل تابع نظام الادويه احسن، لان هو الدكتور بيكون فاهم اكتر الكيميكال دي، هي دي مخصصه ان هي هتعالج الحاجه اللي عندك. الاعشاب انا مش مؤمن بيها بصراحه يعني. سياسه طب الاعشاب رهيب، انا جربتها، انا شخصيا عندي تجربه معها فيما يخص مثلا كان المعده، شيء كثير عجبني. المهم الطب البديل حلو، يعني مثلا في طب بديل، انا حكلمك عن مثلا لاخفاء الكرش اللي هو الناس اللي تروح تسوي ريجيم علشان السمنه، قصدي تسوي عمليات عشان السمنه، بدل ما اسوي العمليه اللي هي ممكن تكون مخيفه ممكن تكون مكلفه، ليش ما اسوي الدايت، ليش ما اسوي رياضه، ليش ما اسوي طب بديل؟ اذا سيتويشن، اذا المرض قوي مره، انه اذا هو يتعب جسمك، لازم واحد يمكن ياخذ شويه دواء عشان يرتاح، لانه اذا بس اذا في صداع ولا في انه شويه زكام، لازم شيء خفيف، لازم حد ما ياخذ دواء، لانه اذا تاخذ دواء كل يوم بحياتك الجسم حيتعود على الدواء، واذا مرضت وما عندك دواء ما حتقدر تسوي شيء. مرضت مرض يعني هذا بالدواء طبي، امور طبيه اوكي، لكن هذه الاعشاب ما بخيرها. فان في مره يعني استعملت دواء بديل وما بيمشي الحال، وفي مره استعمل دواء طبيب وبيمشي الحال، هيك وهيك. أكيد الأعشاب فيها أهمية وفيها يعني نسبة، بس نسبة محدودة، ليس يعني كمتابعة الطبيعة للعلاج اليومي أو كذا، يعني ما فيش عائق يعني كلا المختلف المجالات، يعني سواء على الطبيب أو سواء على إنسان على حالته مفيدة أكثر، يعني ما فيش مشكلة. هلا المرجع الأساسي أكيد دكتور، إنه مع دكتور أكيد يعني مش رح يعطيني شيء غلط، فبفضل إنه مع دكتور أحسن من إني أعالج حالي من حالي هو أدرى.
إذن دكتورة منال، مثل ما تابعنا وشفنا اختلفت الآراء والتجارب الشخصية حول هذا الموضوع. الإنترنت ربما أكيد لعب دور كتير وكبير وتأثير مهم بحياتنا ومفهومنا للعلاج الدوائي. سؤال، هل أنت مع أو ضد الشخص المريض أنه يجتهد شخصياً من حاله ويعالج نفسه بنفسه دون استشارة الطبيب أو الصيدلي؟ بصورة عامة، إذا أمراض بسيطة مثل الزكام مثلا، ممكن المريض يعالج نفسه بياخذ مخفض حرارة مثل البنادول مثلا على سبيل المثال، ولكن في أو يشرب أشياء مثل ليمون، عسل، الأشياء البسيطة هذه. ولكن الأمراض الكبيرة مثلا، إذا تكلمنا عن أمراض مزمنة، سكر، ضغط، سرطان لا سمح الله، هاي الأمور لا، لازم الرجوع للطبيب علشان يشخص المرض بطريقة صحيحة. والطبيب في العادة ممكن يطلب بعض التحاليل المختبرية علشان يتأكد أن الدواء يعني أن هاي التشخيص الصحيح، وبعدين يكتب له الدواء والجرعات على حسب حالته فقط، يعني هذا بصورة عامة. في شغلة ثانية اللي هي الناس يمكن تعالج، صايرة تعالج نفسها أكثر بالرجوع للإنترنت، إن تقرأ خلينا نقول الإعلانات اللي على بعض الأدوية أو بعض المكملات الغذائية في السوشيال ميديا. في هاي الحالة أنا ما أنصح صراحة إن الناس يشترون أدوية أو مكملات غذائية من السوشيال ميديا لأن فيها خطورة. خلينا نحدد أدوية شو تحديدا عم تحكي؟ مثلا اللي أنا شايفته في الفترة الأخيرة من خلال اطلاعي في السوشيال ميديا، في عندك أكثر من شغلة، في المكملات الغذائية، وهذا بنتكلم عن الرياضيين فيها خطورة لأنه ممكن تكون ملوثة أو مضافة عليها بعض الأدوية المحظورة في الرياضة. الشغلة الثانية أدوية التخسيس كثير منتشرة، خصوصا إن صاروا يبيعونها في مثلا الإنستغرام من بعض التجار السوشيال ميديا، وهذه الأدوية في كثير منها مغشوش وفي كثير منها ممكن فعلا يؤدي إلى خطورة كبيرة على المرضى. في مثلا عندك قطرات تطوير رموش، هاي الشغلات، هاي الأدوية لازم توصف بوصفة طبية. صح صح. في أيضا لدى العالم كان عندهم لبس بين الطب التقليدي والطب البديل وكيفية العلاج به، هل ينصح بالطب البديل في علاج حالات معينة وربما ليس بصورة عامة؟ هي في شغلات أغلبها غير دوائية، مثلا الوخز بالإبر الصينية، العلاج بالروائح مثلا، الإيحاء، هاي الشغلات هذه ما في أدلة علمية كافية عليها، ممكن تستخدم، هي في الغالب تستخدم كتكميل للطب التقليدي. دكتورة منال، شو الرسالة اللي ممكن توجهيها للي عم يحضرنا حاليا وللسيدات تحديدا؟ بما ان اليوم نقاشنا بصورة رئيسية عن الأدوية، فأنا بصراحة المسج اللي أبي أوصلها ان دائما الأفضل ان الإنسان يسأل ويسأل. ما أنصح الإنسان ياخذ أدوية من نفسه بدون الرجوع للاختصاصيين، خصوصا في الأمراض اللي القوية أو المزمنة بصورة عامة. دائما اسأل الصيدلي أو الطبيب، اسأل المختصين. الشغلة الثانية، وطبعا هذا بعد أركز فيها للرياضيين، لأن كثير من الأدوية ممكن تكون أو المكملات الغذائية ممكن تكون فيها نوع يعني من تركيبتها نوع من الأدوية المحظورة في الرياضة، فالأفضل أنهم ينتبهون. وبالنسبة للنساء الأفضل أنهم دائما يستشيرون حد مختص قبل ما يقدمون على خطوة شراء أدوية أو مكملات غذائية من الإنترنت أو من السوشيال ميديا بصورة عامة. دكتورة منال، بدي اتشكرك كثير على وقتك وعلى الحوار اللطيف وظريف معك، شكرا كثير لك. العفو، وشكرا على الاستضافة، مشكورين. مشاهدينا، حلقتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. شوارع العاصمة اللبنانية بيروت امتلأت بعشرات الآلاف من العدائين والعداءات من مختلف الجنسيات من حول العالم، شاركوا في سباق ماراثون بيروت الدولي، وطبعا كان للنواعم مشاركة مميزة. التفاصيل في التقرير التالي. ممارسة الرياضة والتفوق فيها ليست حكرا على الرجال، فقد نافست العديد من النساء الرجال في مجالات رياضية مختلفة وحققن السبق فيها.
شأن هؤلاء النساء شأن سيدات لبنان اللواتي تصدرن مجموعة من الرياضات كرياضة الجري التي تتطلب الليونة والرشاقة، وكان ذلك في ماراثون بيروت الدولي الذي شهد نجاحا تنظيميا منقطع النظير بعد 15 نسخة. 64% من السيدات يلي اشتركت ببرنامج الفايف فور تو هن من السيدات اللي التزموا واليوم عم بيوصلوا على خط النهاية. مشاركة السيدة العربية بسباقاتنا أهميتها إنه أولاً نبني نحن جسور التواصل من خلال الرياضة، نعطي عامل الثقة يلي نحن سياسياً يمكن ما عم نقدر إنه نعطي هالثقة، ولكن من خلال الرياضة إنه نحن نقدر نبني الجسور، لأنه مثل ما قال نيلسون مانديلا الرياضة عندها القوة إن تدخل على قلوب الناس وتمحي الفروقات، واليوم هذا اللي شفناه. المرأة هي عنصر كثير مهم بالمجتمع، وبالنسبة لمشاركة المرأة بالرياضة هي كمان شيء أهم، لأنه أول شيء بيبني لها شخصيتها، بيقويها للمرأة، وخاصة نحن عندنا ماراثون بيعلم على الصبر، بيعلم على التجمع، بيعلم على ثقافة. شوارع العاصمة اللبنانية بيروت امتلأت بعشرات آلاف العدائين والعداءات من جنسيات مختلفة حول العالم، شاركوا في فعاليات سباق ماراثون بيروت الدولية الذي نظمته جمعية بيروت ماراثون، وشكلت فيه الإناث المشاركات وبكثافة لوحات جميلة ناعمة فيما يشبه الاستفتاء على حق المرأة من أجل ممارسة مختلف أنواع الرياضات حتى في الهواء الطلق، حيث ركضنا في عدة سباقات كسباق البدل ونصف الماراثون سباق المرح الذي شارك فيه أكثر من 32 ألف عداء وعداء. ضروري أنه المرأة تشارك بكل شيء، وهذا شيء حلو يعني، والرياضة مهمة للجميع مش محصورة بس بالشباب، يعني كتير مهم المرأة تشارك بكل شيء. أنا بحس كتير مهم المرأة تشارك بالماراثون، وخاصة إذا disabled person يعني هذا شيء كتير مهم. أنا أول سنة بشارك بالماراثون عملت 42، كتير صعبة أكيد، بس يعني جربت للآخر تأوصل. في هذه النسخة من ماراثون بيروت الدولي لم تكن المرأة مشاركة فقط، إنما أيضا عززت المحترفات أرقامهن، حيث تمكنت البحرينية أونيس تشامبا من تعزيز الرقم النسائي الذي كان مسجلا باسم الإثيوبية تيغس جيرما، وعند اللبنانيات تمكنت شيرين جيم من تسجيل رقم جديد أيضا لها كدليل ثابت على أن النساء على مستوى قريب من زملائهم الرجال، وكل ما يحتاجونه هو المزيد من الدعم والاهتمام الإعلامي بنشاطهن وإنجازاتهن. أقيمت مؤخرا في قطر بطولة العالم للسنوكر، وهي رياضة تحتاج لجهد ذهني كبير وتركيز عال، وكان لبطلة العالم للعبة ويندي جونز رسالة هامة للمرأة العربية. نتابع ماذا قالت. I struggled a little bit today. I didn't play my best in the final, but I got over the line in the end, so I'm really happy that I won my seventh title. My most important titles are, of course, the world titles. I became seven times world champion, and this last season I also had to participate in the World Games, which was a great honor. The men are the better players in snooker, unfortunately. I think we women don't have enough opportunities. We don't have much tournaments, unfortunately. So it would be better if we have more tournaments and more prize money, so all the women in snooker can make a living out of it. I think it's great. It's great to be here again and to see the World Snooker Championships in Qatar again. And I think all the other sports are very popular in Qatar, so I think it's great.
Well, I hope all the women athletes around the world in all the sports they play, well, just keep doing what you do and enjoy yourself and try to play your best. مرحبا واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ببرنامج المرأة والرياضة بفقرة صحتك. اليوم بدنا نحضر بهيدي الأجواء اللي كتير حلوة بحديقة أسباير. في عنا عصير فريش هيكون من مكوناته هي من الأورنج جوس، من عصير الليمون، وكمان النعنع والحر اللي هو الفلفل الأخضر. أول شيء بنحط تلج آيس، نحط معه عصير الأورنج، في عنا النعنع، عنا الفلفل بنحط حسب ما نحن بدنا نسبة الفلفل فيها، عنا هون عصير الليمون، في عنا قليل من المي. اللي هنعمله هنطحن او هنخلط كل هالمكونات مع بعضها لحتى يصير عنا هالمكون هيدا اللي هو الجوس الفريش اللي نحن عاده بنسميه مارغريتا بس بتشيلي، يعني تشيلي مارغريتا. مثل ما شايفين هذا العصير هو عبارة عن نعنع فريش، عن الفلفل الأخضر الفريش، كمان بنحط قد ما بدنا نسبة الحر فيها السبايسي، بنحط فيها الليمون، بنحط فيها الآيس اللي هو أهم شيء الآيس لحتى تعطيها الفريشنس بالطعمة وتعطيها طعم كتير طيبة وتخليها كولد كتير طيبة. بنصحكم أنكم تجربوها، وهيدي منيحة للاعبين أو اللاعبات قبل أي مباراة، كتير مفيدة وكتير صحية لأنه الفلفل عادة هو صحي وكتير منيح لأمراض القلب. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من المرأة والرياضة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. كان في حلقتنا الكثير من النصائح الهامة، أهمها ربما وأبرزها عدم تداول الأدوية والمنتجات الصحية عبر السوشيال ميديا. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من كل هذه النصائح. نلتقي في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.